بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 176. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يمن على من يشاء بالأولاد ويجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد، والمهمل الذي يضيعهم فيكونون حسرة وخسارة عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه المبعوث رحمة للعباد، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا للحلقات السابقة في موضوع الحضانة، ونخص حديثنا هذا ببيان أهمية تربية الأولاد وعظم مسؤوليتهم على آبائهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن من أهم أغراض حضانة الأولاد وقايتهم من هذه النار بتربيتهم على الطاعة والصلاح والاستقامة، فإن مهمة الأولاد مهمة عظيمة يجب على الآباء أن يحسبوا لها حسابها ويعدوا لها العدة، خصوصا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت فيه غربة الدين، كثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار الأب مع أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب. أيها الإخوة المستمعون، إن عناية الإسلام بتربية الأولاد واستصلاحهم تبدو واضحة في وقت مبكر، حيث شرع للرجل أن يختار الزوجة الصالحة ذات الدين والأخلاق الفاضلة، لأنها بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. وإذا كانت الزوجة صالحة صارت عونا للأب على تربية الأولاد، وكما أن للأب حقا على ولده فللولد حق على والده. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وصية الله ورسوله للآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة ولم يقم بحقه الذي أوجبه الله عليه. والطفل ينشأ على ما عوده المربي، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فيجب على الآباء أن يجنبوا أولادهم مجالس اللهو والباطل والغنى وسماع الفحش والنظر إلى الأفلام الخليعة والمشاهد الماجنة التي جاءت بها مدنية العصر الحديث، كما يجب عليهم أن يجنبوهم قرناء السوء وجلساء الفساد ومجامع الشر التي كثر وجودها في مجتمعات المسلمين بحكم الفراغ والتسيب. وبعض الآباء يغدق على ولده العطاء ويمده بالمال الذي يتمكن به من شهواته، ويزعم أنه يكرمه بذلك، وهو في الحقيقة قد أهانه وظلمه حيث عرضه للخطر. وبعض الآباء يشتري لولده سيارة ليتمكن من الوصول بها إلى المجامع الفاسدة وإن كانت بعيدة، ويؤذي بها الجيران، وقد تكون سببا لوقوع الحوادث التي تذهب بحياته أو حياة غيره. وبعض الآباء لا يربي ولده سوى التربية الحيوانية فيوفر له الطعام والشراب والكسوة، ولا يهتم بتربيته الروحية والعقلية وتنشئته على الدين والخلق. أيها الآباء، لقد حملكم الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولية أولادكم، حيث قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمركم بتربيتهم على أداء الصلوات وما يتبع ذلك من تعليمهم أحكام الطهارة وقراءة القرآن والدعاء وأعمال الصلاة، وأن تتدرجوا معهم حسب أسنانهم واستعدادهم. أولا تأمرونهم وهم في سن السابعة مجرد أمر وتأكيد، ثم تضربونهم إذا امتنعوا من امتثال الأمر إذا بلغوا سن العاشرة، ليذوقوا العقاب على المعصية فينفروا منها. كما أمركم أن تباعدوا بين مضاجعهم، فلا ينام بعضهم إلى جانب بعض خشية الوقوع في الفساد الخلقي،
فكنتم بهذا مسؤولين عنهم حتى في مضاجعهم ومراقدهم ووقت نومهم ويقظتهم، كذلك أنتم مسؤولون عن توجيه أولادكم التوجيه الفكري، فلا تتركونهم يقرؤون الكتب المنحرفة والجرائد والمجلات التي تحمل أفكارا مسمومة أو صورا فاتنة، بل احملوهم على قراءة الكتب النافعة والصحافة المفيدة. كذلكم أنتم مسؤولون عن تقويم منطقهم وصدق لهجتهم، فلا تتركوهم ينطقون الفحش والكذب والشتم، فقد كان السلف الصالح يهتمون بهذا الجانب مع أولادهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كما أنكم مسؤولون عن تعليمهم وثقافتهم بأن تختاروا لهم المدارس الصالحة والمدرس الحاذق المستقيم في علمه وعمله، وأن تتعاونوا مع المدرسة على متابعتهم ومواظبتهم، وأهم من هذا كله إحضارهم إلى المساجد لأداء الصلوات وقراءة القرآن واستماع الدروس والمواعظ النافعة ومجالسة الصالحين. لكن مع الأسف المرير نرى أن كثيرا من الآباء لا يهتم بهذا الجانب، فيتركون أولادهم في أوقات الصلوات يجوبون الشوارع أو يختفون في البيوت. أيها الآباء، إن أولادكم من كسبكم وهم خلفاؤكم بعد موتكم، يصل نفعهم إليكم في قبوركم إن كانوا صالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن من أسباب صلاحهم أو فسادهم تربيتكم لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإن من أهم أغراض الحضانة في الإسلام تربية المحظون بفعل ما ينفعه وإبعاده عما يضره. وقد ابتلي بعض المسلمين في هذا الزمان بتسليم أولادهم إلى مربين أو مربيات يستقدمونهم من الخارج، وقد يكونون كفاراً يلقنون الأولاد المبادئ الهدامة والأفكار السيئة. والبعض الآخر قد يدفع بأولاده الصغار إلى دور الحضانة التي قد تكون مؤسسات تبشيرية تعمل في الخفاء على تغيير فطر الأطفال وصرفهم عن دينهم. وقد يكون الدافع إلى هذا كون الأم تعمل عملا وظيفيا خارج البيت ولا تتفرغ لحضانة أولادها وتربيتهم، فيكون هذا البلاء مما جره عمل المرأة خارج بيتها وتعطيل وظيفتها الحقيقية التي منها تربية أولادها والقيام بالأعمال البيتية. فلتقر بذلك أعين الدعاة إلى تحرير المرأة وعملها خارج بيتها، وليجنوا ثمارها في أنفسهم وفي مجتمعهم. فاتقوا الله في أولادكم، فإنهم أمانة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه